يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البنات، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الشمالية. معتدل أيضا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهذه درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية.